طبعا كل مشاريعنا في مؤسسة قضية التسجيل والترخيص التجاري اتجهنا فيها للتحول الرقمي، بحيث ان نقدر نسهل على المستثمر تأسيس اعماله في إمارة دبي في كل المراحل، سواء كان قبل التأسيس اثناء التأسيس حتى بعد التأسيس. طبعا اذا نتكلم عن المشاريع اللي احنا عارضينها في جايتكس هذه السنة، بنتكلم عن رحلة المستثمر المتكاملة اللي من خلالها طبعا احنا خلينا المستثمر يقدر يحصل على اجابات لكل اسئلته واستفساراته من خلال الشات بت اللي ندعوهم بالذكاء الاصطناعي، بالاضافه طبعا انه يقدر يقدم على ترانزكشن من خلال المحادثات الافتراضيه. وفي مكاني يعني ما في داعي حتى يزورنا، الشات بت اصلا مدعوم بالاي اي او بالذكاء الاصطناعي، فحتى اجاباته حق المستثمرين مستخدمين فيها الذكاء الاصطناعي. بالاضافه طبعا الى ان نحن قاعده المعرفه اللي هي قاعده فيها كل المعلومات طبعا اللي تخص الدائره وتخص حتى الجهات الثانيه اللي مشتركه معانا في البيانات اللي تهم المستثمر، ونفس الشيء هاي القاعده بعد مدعومه بالذكاء الاصطناعي، بحيث ان نقدر نوفر حق المستثمر كل المعلومات اللي محتاجينها. قبل 5 سنوات كنت مضطر ان ازورنا في واحد من مراكز الخدمه وحتى عندنا كان في الدائره الاقتصاديه، ولكن الان لا، يقدر المستثمر في مكانه يحصل على رخصته. طبعا يدخل على منصة استثمر في دبي، يقدم على ترخيص اصدار رخصة ويقدر يحصلها في نفس الوقت. منصة دبي الموحدة طبعا فيها شراكة مع القطاع الخاص اللي هي البنوك، قطاع الاتصالات، ذو اتصالات، بالاضافة الى مياه وكهرباء دبي، بحيث ان المستثمر مجرد ما يطلع الرخصة ويحصل على منصة دبي الموحدة يقدر بسهولة يقدم على فتح حساب بنكي لأحد البنوك اللي بيطلعون لنا إن شاء الله، بالإضافة أنه يقدر يحصل على أي أكاونت في اتصالات دو، أو ممكن حتى يفعل الأكاونت الخاص بشركته في هيئة دبي على دبي المياه والكهرباء. كانت العملية تتم بشكل خلنا نقول يدوي أو منولي، حاليا عن طريق رخصة الدين الموحدة بمجرد ما إحنا شابكين مع هذه الجهات كلها، مجرد ما يعطيهم هذا الرقم بسهولة يقدرون يحصلون على البيانات اللي يحتاجونها. رخصة دبي الموحدة واحد من مبادرات جنب دبي الاقتصادية اللي أطلقناها في السنة الماضية في ديسمبر 23، ولكن هاي المرحلة الثانية منها.